اهلا بكل مشاهدينا. دلوقتي جاء ميعادنا مع موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك اكد ان فريقه كان الافضل خلال مباراه القمه واستحق الفوز ومش التعادل بس في المباراه، وقال كمان كنا افضل من الاهلي وكنا نستحق الفوز وكنا مؤمنين بقدرتنا على الفوز رغم المشاكل الكبيره الموجوده في قائمه الزمالك، وقال ان اللاعب عبد الغني شارك وهو مصاب والونش وزيزو جايين من اجهاد مع المنتخب. نهاية المباراة كانت صعبة جدا علينا، وقال كمان دخلنا في المباراة متأخر وتحسننا مع الوقت وفي الشوط الثاني اتفوقنا على الأهلي. أما بقى سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني لفريق النادي الأهلي قال إن الفريق دخل مباراة الزمالك عشان الفوز، وأشاد باللي قدمه اللاعبين وبالجهد الكبير اللي قدموه في المباراة، وقال كمان الإجهاد أثر على عدد من اللاعبين ده غير ضغط وتلاحم المباريات، واعتذر لجماهير الأهلي على عدم تحقيق الفوز. قمصان قال كمان إن الجهاز الفني هيعمل على الاستعداد بشكل قوي للمباريات الجاية، وإنه أغلق صفحة مباراة الزمالك والتركيز في المرحلة الجاية. اللاعب المصري علي عزت تم تتويجه بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة إيطاليا الدولية للسكواش تحت سن 15 سنة واللي أقيمت بمدينة ريتشوني الإيطالية في الفترة من 6 لغاية 19 يونيو 2022. البطولة اتسمت بأجواء تنافسية وحماسية عالية بمشاركة أكثر من 60 لاعب من مختلف دول العالم. أما بقى سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة هتشارك في منافسات بطولة الرانك الدولي أو التصنيف اللي هتتلعب في تونس في الفترة من 14 ولغاية 17 يوليو اللي جاي. سمر هتشارك مع ندى مدني لاعبة المنتخب في البطولة. نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد اللي بيلعب في صفوفه النجم المصري علي زين قدر إن هو يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بعد الفوز الصعب على فريق كليسي البولندي برميات الترجيح بنتيجة 5-3، وده بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 32-32. بكده بيضمن الفريق الإسباني أنه يتأهل لكأس العالم للأندية المقرر إقامته في السعودية في أكتوبر اللي جاي كبطل لأوروبا. وفريق الترجي التونسي حقق الفوز على نظيره الأفريقي بنتيجة 3-1 في الدربي اللي اتلعب بينهم على الملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة التتويج بمسابقة الدوري التونسي بالموسم الحالي برصيد 20 نقطة. نلاقي بقى رصيد الأفريقي اتجمد عند النقطة 15 في المركز الرابع. ونتحول لمنتخب السعودية الأولمبي اللي تم تتويجه بلقب بطولة كأس آسيا تحت 23 للمرة الأولى في التاريخ، وده بعد فوزه على منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل في المواجهة اللي أقيمت بينهم على ملعب ميلي ستاديوم بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وده في نهائي النسخة الحالية من البطولة. خلينا نشوف ازاي افتتح احمد مازن الغمدي اهداف منتخب السعوديه في شباك اوزباكستان في الدقيقه 49 من المباراه، بعدها سجل فراس البريكن الهدف الثاني في الدقيقه 74 من اللقاء. نتحول لخبر اخر، والاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف اللي اكد ان حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لعام 2022 هيقام في 21 يوليو المقبل، وده على هامش بطوله كاس الامم الافريقيه للسيدات اللي هتقام في المغرب خلال الفتره من 2 ل23 من نفس الشهر. جوائز السنه دي هي افضل لاعب في العالم رجال وسيدات، وافضل لاعب داخل القاره، أفضل لاعب شاب، وأفضل منتخب، وأفضل مدير فني، أفضل نادي، ونادي العام، وهدف العام. وحيتم تحديد الفائزين من خلال أصوات قادة ومدربين الاتحادات الأعضاء والصحفيين المختارين واللجنة اللي مختاروهم من الكاف عن الفترة من سبتمبر 2021 وليونيو 2022.
احنا كده اخبارنا الرياضيه خلصت، لكن معانا كلام كتير لسه في الرياضه. هدير وعبد الصمد مجهزين كلام كتير عن مباراه امبارح. اتفضلي يا عبد الصمد. اتفضلي يا هدير. صحيح يا منى، طبعا يعني امبارح كلنا تابعنا مباراه الاهلي والزمالك في القمه رقم 124 والتعادل بين الفرقتين امبارح 2-2. احرز اهداف الاهلي شريف وصلاح محسن، واهداف الزمالك احرزهم بن شرقي وشيكابالا.